مالك هذا من حلك حلك صلك. لا ما لا يا ابو عابد حنا نعوضك طول عمر بس لا تضايق انت. جاني سلم هو والله نفغت ما شاء جانا ما قلعت به والله لو المست رقبته والله لو المست رقبته يا والله شد حيله شوي نقلع والله ناشين لو قلع ها لو شد حيله شوي بيقلع ها صح قبل شوي ها ايه خلاص حلو مالي كستر عرفت عافية يا رجال الامور طيبة يا حماد مشكل قراني سنة دارة ايوه طيور عندنا طيور المروحية ما شاء الله يا ولد انت متطور سكورك الكتروني يا محمد اسمع سلامات والله مبارك تترقى عريف هذا بيت بيت واحد سلامات كيف يدك يا ولد؟ افضل اصابعي بدف لك يدي تكفى شادة كيف؟ افضل اصابعي كانك تسوي لي شادة في رجلي عبطها بيدك عادية انت بس ايوه ايوه كذا يا ولد لا تكسر اصابعك قلت كلمت الرجال يقول ما بسيب شيء شوف الدم هنا كوجي تجلس سال ذاتك سال ذا الوجه تعال عبد الله عبد الله ايش فيك يا تعال تعال ايش فيك؟ انقل افجر وجهك هنا عبد الله يا ولد تعال 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 استهبل تعال راح يا صالح تعال انت عزيز سلم تعال تعال نبيك تعال ازم 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 والحرام فيه ازم تعال اش صدرك ابن حلال تعال تعال ايش جاهدك انت من الطيحه تعال قل له الله تعال 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 انت اكبر منه واعقل منه تعال لو ان الطير اليوم شركه المبزره هذه الطير اليوم هدته ما هو اللي انت ابي لك يقول يا حمد عشق وقته والله ما وقت طيب اسمع يقول يا حمد عشق قراني سندارة عندنا يطغى على عشق هنوفي هذا بالمناسبة اهديتك البيت انا ذا نسيت الحدث اليوم عليك لا يده يده والله مو خلاص حطيت لصقه لا ما حطيت لصقه طيب حط لصقه الثوب تلطخ ترى ورن دمان من من الطياره ثلاث كذا ثلاث والله يسلم وجهك يا محمد والله نشلت اقسم بالله ها عدت عدت بسيط طيب لا تعجز يا اخي قم اطلع لا لا انا طالع بسيط بس تفك بس تبي نكلمهم لا لا من حال اتكلم انا ما ابغى اطلع انا ما ابغى اطلع بسيط هذا والله توجع وحنا نشوف بسيطة يا ابن الحلال ما في وجه ولا في شيء جيب لك ثلج طيب ما بارد شيء لا 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 بس فك شد بسيط لا لا بسيط افلح 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 اعداد اطلع اي والله لا تجلس تكفى خله ما تجيبش علم هذا ايش قال لكم من؟ عبد الله ما يتكلم انت لا تشدد عليا بس لا تشدد عليا لا تشد لا تشد ارخى وخلى عادي اي والله خلى لا تشد خلى خلى طبيعي اجيب لك شيء فوطه احط به ما بارد لا لازم افسخ ثوب لازم افسخ ثوب البس بدلة بس البس بدلة وحط عليها ذا شو اسمه شاش راسك السالم انت صدق الاصابة كيف؟ بسيطة ايش علمك انت؟ سالم اصلا تكلمني فافقع وجهك اقعد فاتح حاك ذي الناس ولا قمت لخ وجهك تكلم ايش فيه؟ سد الله وجهك بس هذا اللي فيه طال عمرك الله وجهك تكلم عندك كلام تبغى تقوله قوله يا اخي ايش فيك؟ انا قلت لك كذا بلطم كلمنا والله ما هو بصاحي ذي كلمنا الرجال والله انا والله الذي لا اله الا انا يقولنا اشوى من غير بدي حقه انا عطف مدري ايش جاء ايش هو الحين قاعد يطايح بدي يا حبيبي بدي الطياره الرجال كم دفع في الطياره؟ انا معك كم تعب الرجال على طول قبله اول ما جاء قال ابي اني شو اسمه بقعد اصور هنا ايش دخلك؟ ايش دخلك بالرجال؟ ما لك دخل احله بيني وبينك دخلني انك اخوي طال عمرك هذا اللي دخلني وش دخل؟ دخلني اللي تسويه انت يمسني طال عمرك يمسك كيف؟ يمسني انك نقتني قدام الرجال، هذا اللي يمسني طال عمرك.
اتكلم زي الناس وحش من اللي قدامك لا قوم محشومين اعلم كيف محشومين لا تعلمني الحشمه طال عمرك من حشم لو انك تبغى تعرف الحشيمه كان حشمت رجال اللي تعبانين على الطيارات واللي تعبانين على هذا ما تلقفت مسوي في امها حركات انت وجهك اسمع تعود مش عادي مقلب 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 الشيطان الحمد لله انه سلم وجهك نقول اي كل مره يا اخي نسويها والحمد لله جت سلام عدد ولا ترى خل وجه ابغى يروح ايش بك الامر بسيط الحمد لله والرجال امره ان شاء الله انت تبون علم يا صالح انا اقول له لا تدخل الرجال منضغط الحين وانت ترى ينضغط من ايش ايش اللي يخليه ينضغط ايش يبغى طيب عشان احنا طيب ايش يبغى ايش اللي مزعله الحين ايش اللي مزعله ايش اللي ايش يبغى هو اللي جاب الطياره لا يكون عبد الله الجعوني ايش في ايش تبغى حلو عبد الله الجعوني ماني ناقصك ترى يا الربع انتم صادقين اسالكم بالله مقلب مقلب يبغون يمقلبون كذا يقلبون عرفت الامور طيبه طياره الرجال والله ما فيها شيء نحن والله نحن قابلنا يا ابن العام ما له شغل تعلم ليه ذا الحين ما له شغل ايش يبغى والله ايش ايش ذا الحين يقول انه مدري ايش عشان نخربها عادي كيف عشان نخرب عادي ايش يبغى عشان اخربها ايش يبغى انا اتفاهم انا والرجال انا اعطيه حقه واتفاهم ايش يبغى هو ايش تبغى انت محامي عندنا غلطه وصارت الامور طيب ايش اللي سويته قدامه طيب كيف الشيء اللي سويته قدامه انت وخذت الطياره طيب اوكي انت سويت بتروح تدفع اوكي كل عادي نقدر ندفع نقدر نعوض الرجال لكن الشيء اللي طلع قدام الناس ايش هو ايش اللي شيء طلع حبيبي انا كنت ابغاك تجي على فكره قبل البرنامج قبل يوم طلعت بران ودي انك تجي والله معي بدايه البرنامج انك ما طلعت اي بران وانك موجود معي ايوه بالعكس انا ما ولا شيء بدونك ولا انت شيء بدوني ادري ايوه لكن يا حبيبي تجي هنا تفشلني ليه تنقدني ليه فشلتك بيش يا حبيبي انا خلي الخصم خلي المركز الاول جعله ما يكون من حبيبي نصيبي حبيبي جعله ما هو من نصيبي تكلم ايش انت بتقول كلام اوكي انت بينك وبين نفسك راضي على الاشياء اللي تسويها اوكي انا بدفع له فلوس وانا بسوي ما ادري ايش ايش ذا الطيش اللي قاعد تسويه بعدين ايش تدفع انت الحين فهمني ايش قصدك في الموضوع ايش تبغى يعني انه عشان اخذت الكاميرا ورميتها ايش انت تشوف نفسك ما سويت شيء صح هذا ما هذا سويت شيء هذا شيء ينقد لا بالعكس شيء يصفقون عليه احتمال يرجعونك منافسه مع الشباب ايش اللي مزعلك من ذا العين بالبرنامج ايش دخل ايش اللي ايش اللي ينقد طلعت مبصخ انا اصص ترى كل غلط زي الناس تحك زي الناس تتكلم زي الناس اصص يعني ترى كل غلط يتعدل يعني الربع عضله شحن عبد الله اصص عضله شحن صاد الله وجهك كيف النظاره يا بسيد حلوه ابو محمد نظاره المسبح اسمه حلو كيف المسواك يا بسيد كيف النظاره يا صالح حلوه كم تبيع ما ابيع كم عاليه كم عاليه حلو ازرق طيب كيف يدك انت فين نمر طيب يا اخوي بتزين يا رجال خير وش صادر ايش قوم كم شينا سلم وجه منهل طائره غيرها 20 والله كلامه ما يدخل العقل في علم ثاني كلامه ما يدخل العقل هذا هو عنده علم ثاني لكن ما يبغى يتحاكى كلامه هذا ما يدخل العقل انه عشان يخلي الطياره ورميتها الطيش لا لا عبد الله يجعلني وش الطيش بس ردت فعل ردت فعل بس بالشيء اللي صار بس ولا الطياره ما هي اول مره يمسكون الشباب ترى حنا اخوان وحنا اللي تبون ولا لا في الايام بس اهم شيء لا ما بكون مكسور ابن حلال ما بكون مكسور ما اتكلم كذا لكنه مع علم ما يبغى يضحك ان شاء الله ما في بطن شيء ابو يحيى الامور طيبه بالله الله يا ابو عابد مروق والامور ترى طيبه انت يا اللي شايف حالك شيلتي لا تشيل صالح عاد يخاطرك شيء ابو يحيى ها والله ابو هلبل يا عيال يا ابن الحلال والله ان وراه علم يبا في شيء ما قاله في شيء وراه علم والله ابو هلبل في شيء ما قاله من الموضوع موضوع ما له دخل تعلموني باخوي اعرف ايش هو ايش يبغى يقول موضوع هذا ما له دخل انه طيش وتنقدني اول مره اتكلم عبد الله بالكلام اول مره اتكلم بالكلام وش اصلا كلامه ما هو مركب في الموضوع انا شلت طياره شاني بس من قربه طاحت ورميت الطياره بالغلط كل الموضوع هذا كله صدفه يعني ولا هو غلط انا اعترف انه غلط لكنه ما هو متعمد ولو صار شيء ولا شيء مع الرجال توني خلصت من الرجال انا تفاهمت وياه لا في شيء نقد ولا هو طيش ولا هو ايش دخل طيش الشباب هو قصده يمكن قصده طيش الشباب ما له دخل يا سالم ما له دخل تكلم عقلانيه ولا مسكت معاه علم انا اقول لك معاه علم ما هو قاعد يتكلم كذا
مع علم بس انه ساكت ما يبغى يقول ما يبغى يقول عشان الشيء الفلاني. قام دخل موضوع هذا الموضوع هذا ما مشت معه. قال له شيء يمكن قالوا بيلحق اخر. طيب ممكن جاء من كيف يلحق اخر؟ كان جاء ضغط منك حد تكلم حد خصم عليه ما بيلحق شيء. كيف يخصمون عليه؟ انا اللي طيرت كيف يخصمون عليه؟ يا ابن الحلال يمكن كلموه ولا شيء عشان يخطون بالشبه يعني من النهايه. انا علم الشبه لا بسيط يا رجال والله ذي محمد اللي فلخ دي وعلاك عاد ايش دخل؟ انا اللي بلغته وانا محمد والله ما يخصمون عليه والله ما يخصمون عليه ولا يلحق الخصم. ايش دخل؟ ما له دخل خصم لكن حلو ذي الخصم لكن انت اكبر يا ابو حميد وهد وصاحبها قلبها كبير وهدي واكبر بس ما يتكلم زي كذا. انا اقول لك انت اكبر وهدي يا اخي روق انا مرت انحل ليس الشديد وشو ابو سعيد ليس الشديد بالسرعه انما الشديد سرعه ايوه ليش سرعه الغضب كنت ليس الشديد بالسرعه انما الشديد من يملك نفسه عند الغضب. عند الغضب حلو انا كانت بخاطري الحمد لله صالح تعرف عليك موجود يا قلبي شكرا لك يا صاحب الموقف الصعب. خلني اروح اشوف الحين روح سوي عليها شاش وارجع. اي والله لا تجلس كذا والله انك ضيق صدورك. لا تجلس كذا طبخ ملابسك روح سوي شاش. محمد صدق والله تبي شيء تبي ناظر حقه الاسعافات الاوليه اللي هي لا دين بها شيء. لا شوف عندي شاش انا من شاش بلف. طيب قم تعال طيب قم لا تجلس اسعافات شنطه اسعافات تعال قم والله انه ضيق الصدر اي والله قم. توجعوا وحنا عندك. وينه؟